هذا تمهيدا للنقطة الثانية 97. تاني هقول لك لو كان في معروف ان في، ما هو نادي القرن في حاجة اسمها ايه؟ الجدارة. انك انت تخش بطولة أولمبية، التلاتة اللي قبليك انت داخل رابع او خامس، خبطوا في بعض ووقعوا، رحت انت بقيت الأول. أول وتاني وتالت العالم وقعوا، فبقيت انت الأول. انت معاك بطولة، بس بينك وبين نفسك لما يجي يتقال مين أحسن عداء في العالم، لا بولت، حتى لو الكعب اللي وقع، واخد بالك؟ لأن في معيار الجدارة. بمعيار الجدارة المحلي ال 12 بتاعتك أعلى من ال 41 بتوع النادي الأهلي، برضه بتخش تهابر فيها. لكن معيار الجدارة الإفريقي هو أنا لما أكون أنا بطل الدوري وبطل الكأس ولازم أختار مسابقة واحدة. في سنة من السنين لو اخترت الدوري كان الإسماعيلي لعب الكأس والزمالك ما لعبش. فأدي بطولة فيها سوبر، ولا حتى لو اعتبرتها بطولة واحدة. بطولة خدها الزمالك لأني اخترت أروح ألعب الكأس. طب رحت ألعب الكأس ليه؟ علشان وقتها كنا في تراكم لبطولات الكأس وكان فاضل إن احنا نركز عليه عشان نحتفظ بيه للأبد. مرة تانية، لا استنى، المعيار ده يا أستاذ إبراهيم، هو المعيار ده عادل ولا ظالم؟ في البطولات انت بتحدد الأقدر في الثانوية العامة. هو انت بتيجي بتقول مين اللي خد أعلى نمر فأكتر مواد، ولا بتقول مين خد أعلى مجموع؟ انا ممكن تطلع انت سابقني في ثلاث مواد بنص نمرة، وعندك ثلاث مواد اعلى مني، بس انا سبقك في سبع مواد بعشر نمر في كل حاجه، فاطلع عن الاول، وانت ممكن تطلع الخامس وانت عندك اكبر عدد من، يعني انا في الثانويه العامه واخد الفول مارك في الطبيعه، اطلع اقول ان انا لا مجموعي كان كذا في الاخر، ما عملتش حاجه. النقطه الثانيه ممكن تقول لي ده مثال في العلم، تعال في الرياضه، هو الاسكواش والتنس بيحسبوا بطل الموسم متصدر التصنيف ازاي؟ بنقاط البطولات اللي بيلعبها، ويوصل نهائي كم مره، ياخد البطوله كم مره، قبل النهائي كم مره، لان لا يمكن ان تتجاهل مشوار ناجح، واحد وصل للنهائي وما خدوش، زي واحد خرج من دور ال 16، الاثنين يتلغوا من التصنيف، هذا عدل؟ لا يمكن. لا يمكن، زي واحد ما دخلش اصلا. فحتى بمعيار الجداره هتجد الاهلي هو الأكثر وصولاً إلى النهائي، الأكثر تهديفاً، عنده هداف البطولة، عند معظم الأرقام 95% من أرقام البطولة عنده. هتاخدها بأي معيار خدها، لكن أنت بينك وبين نفسك اضحك بقى على اللي أنت عايزه، ازرع المرارة والظلم في نفوس اللي أنت عايزهم، أنت حر، بس الجدارة بينك وبين نفسك عارف هي فين. طيب إذن احنا دلوقتي بنقف